أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من الجزائر اليوم. عشية الذكرى 44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير عام 1976، لنا وقفة عند تحديات وواقع النضال الصحراوي. هل أن إيجاد حل نهائي سلمي للقضية سيظل رهينا بمدى جدية الأمم المتحدة في إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي؟ وهل تعيين شخصية ذات وزن سياسي في مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كفيل من جهته بالحل؟ ماذا عن التراجع عن تسمية المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية؟ وما مصير قرارات المحكمة الأوروبية حول ترسيم الحدود البحرية؟ وماذا عن الوضع في المخيمات الصحراوية بالأراضي المحررة؟ هي محاور وأخرى ستكون محور الحديث والنقاش مع سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد عبد القادر طالب عمر. الملف الاقتصادي من خلال الأوراق الاقتصادية اليوم تحاول فيه الزميلة خديجة طاهر عباس رصد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والجزائري أيضا، من خلال استضافة الأستاذ والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش. الجزائر اليوم يتواصل معكم من خلال أركانه القارة المعتادة، من الجزائر العميقة إلى الأخبار الرياضية. فاصل قصير نعود بعده للنقاش والحوار. يحتفل الشعب الصحراوي غدا بالذكرى 44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وستقام عدة فعاليات بالمناسبة. وفي المناسبة لنا وقفة أيضا عند واقع النضال الصحراوي وكفاحه من أجل نيل استقلاله، وأيضا عند واقع مخيمات اللاجئين داخل الأراضي المحررة. هي محاور وأخرى ستكون محور حديثنا مع سعادة سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر عبد القادر طالب عمر. أهلا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. أهلا بكم، شكرا. بداية حديثنا إذن سعادة السفير من الذكرى 44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لو نتحدث عن النشاطات، نتحدث أيضا عن رمزية الاحتفاء والاحتفال بهذه الذكرى والرسائل المرجوة منها أيضا. شكرا لكم. أول معناه هو رقم هذه الذكرى 44، معناها 44 سنة مضت والشعب الصحراوي يكافح، وهذا في حد ذاته دليل على قدرة التحمل وقدرة الصمود وتجديد العزم والإرادة على مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق الأهداف الوطنية. تنظم هذه الاحتفالات وهي تشمل كل أماكن تواجد الصحراويين، ويحضرها عدد من الأفود الأجنبية، بحيث أنه سينظم ماراثون رياضي في طبعته الـ20 تحضر له أكثر من 450 رياضي من 24 بلد، بالإضافة إلى تنظيم منتدى عالمي شباني يحضر في مخيمات اللجوء وفي الأراضي المحررة، كل هذا للتعبير عن التضامن مع الشعب الصحراوي. كما أن هذه الاحتفالات التي تقام من طرف الولايات وفي الأراضي المحررة وفي الأراضي المحتلة والطلبة في الجامعات تؤكد على إجماع الشعب الصحراوي على ما التمسك ببناء الدولة الصحراوية المستقلة، وتأتي كذلك بعد عقد المؤتمر 15 في الأراضي المحررة لتأكيد ممارسة الصحراويين على أراضيهم، والتي كان كذلك مناسبة لحضور أفود متضامنة من مختلف القارات وتعبير عن إرادة الشعب الصحراوي في مواصلة كفاحه إلى غاية تحقيق الاستقلال. بحول الله. إيجاد حل نهائي سعادة السفير لقضية الصحراء الغربية، هل سيظل رهين بمدى جدية الأمم المتحدة في إجراء استفتاء تقرير المصير؟ هو الحل يعتمد على إرادة الصحراويين وعلى مقاومتهم. لولا نضال وكفاح الصحراويين لانتهى الأمر وحسم وترك للمحتلين يفعلون ما يشاءون، ولكن الشعب الصحراوي
قرر أنه يرفض اتفاقية مدريد التي كانت السبب في احتلال الأراضي وتقسيمها، وأعلن عن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كإرادة حرة في بناء دولته ورفض أشكال الاحتلال. وبطبيعة الحال الأمم المتحدة قررت أنه هذه قضية تصفية استعمار ويتم حلها من خلال المعهود من القضايا المماثلة، أي تنظيم استفتاء لتقرير المصير. والقانون الدولي واضح كل الوضوح في هذا المجال، إذ يعتبر المغرب قوة احتلال، وهذا صدر في لوائح سابقة للأمم المتحدة سنة 1979 في اللائحة 35-37، وأي واحد يمكن أنه يدخل في أي موقع للأمم المتحدة وجد هذه اللائحة التي تؤكد أنه المغرب قوة احتلال، وأنه يجب إجراء مفاوضات لتنظيم استفتاء، وأنه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهبية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. والقرارات لا تعد ولا تحصى في هذا المجال، وبعد ذلك موقف إفريقيا واعتراف بالدولة الصحراوية. إذن هناك مواقف واضحة. مع الأسف الأمم المتحدة إلى حد الساعة فشلت في القيام بمأمورية بعثتها في الأمم المتحدة، يعني في الصحراء الغربية، بعثة المينورسو، أي البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. ولكن ما دام الشعب الصحراوي موجود وصامد فما ضاع حق وراءه طالب. سعادة السفير، أيضا لو نتكلم عن وزن الشخصية السياسية في مهمة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية بعد تعييني، هل للوزن السياسي لهذا المبعوث دور في بعث الحل؟ طبيعة الحال هو كل ما كانت الشخصية لها وزن سيساعدها على التأثير وعلى البحث والتوفق في إيجاد المخارج للمشاكل. ولكن تجربة المبعوثين الشخصيين، احنا عرفنا العديد منهم، العديد منهم في مستويات عالية جدا، وفيه المتوسطين ومعروفين هذو المبعوثين اللي مروا بهذا الموضوع. ولكن الإشكال كان بالدرجة الأولى يتعلق بدور مجلس الأمن، لأنه هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، وكان دائما الخلل يأتي والعراقيل يأتي من هنا، وخاصة هذا ليس سر، موقف الفرنسي عضو دائم في مجلس الأمن كان دائما هو المعرقل أمام أي إرادة حقيقية تدفع للتطبيق الحقيقي والملموس لقرارات الأمم المتحدة الواضحة. والتساؤل يبقى مطروح، ما هي خلفيات هذا الموقف الفرنسي ومبتغاه؟ والكل يعرف أنه ما زال السياسات الاستعمارية والنفوذ في المنطقة، وتستعمل هذه القضية الابتزاز والضغط على دول المنطقة، وحتى تبقى يعني فرنسا مرجعية في هذا الموضوع. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد دعا إلى ضرورة التعجيل بتعيين المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية. الاختيار النهائي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لم يحسم بعد، هل هذا يؤثر على مسار القضية مرحليا الآن؟ والله احنا يعني نشكر شكر كبير الرئيس عبد المجيد تبون على هذا الموقف والتنبيه لهذه النقطة وغيرها في الموضوع الصحراوي، وإعطاء دفع لإيجاد حل سلمي، هذا الحل الذي يكاد يكون جمد، لأنه أي تجميد للحل السلمي فهو يدفع للبديل الآخر، أي التصعيد والتوتر وإشعال نار الحرب في المنطقة. وطبيعة الحال الجزائر تلعب دور للدفع بالحلول السلمية وتفادي المنطقة هذه الشرور، ولكن مع الأسف الطرف الآخر ومن يقف وراءه لا يهتم
كثيرا بهذه الأمور ويحاول فرض سياسة الأمر الواقع، ومع الأسف الأمم المتحدة تماطلت وتباطأت وتقاعست عن تعيين المبعوث الشخصي وترك الفراغ يدوم الآن منذ شهر ماي للسنة الماضية، وقريبا الأمين العام المتحدة سيكون مطلوب أنه قدم تقرير إلى مجلس الأمن حول مساعيه السلمية لإيجاد هذا الحل، ومع الأسف لن يكون هناك شيء يقدمه في هذا المجال ما عدا الفراغ أو ترك المجال للمغرب ليقوم بالتصعيد وبشطحاته في الأراضي المحتلة على قبيل تعيين فتح قنصليات أو قيام بأنشطة مخالفة للقانون الدولي. المسألة هذه والنقطة هذه سنعود إليها في بعض التفصيل لاحقا سعادة السفير. قبل أن نفصل في نقطة المبعوث الأممي، كان في حديث إعلامي وتصريح رسمي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التخلي عن مقترح تعيين وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف ليتشاك مبعوثا إلى الصحراء الغربية، لو نتحدث على خلفية هذا التخلي. احنا نظن مثل ما تخلى استقال السيد كولر قبله ولو أنه أعلن بأسباب صحية، ولكن المشكل أنه لا تلمس لدى هؤلاء المبعوثين الإرادة الكافية من طرف مجلس الأمن حتى يدفع بالأمور إلى الأمام. وفي هذا الموضوع تكرر التباطؤ وتكرر التمديد وعدم فعل جدي. كان في الفترة السابقة الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمقترح أنه تمديد يدوم فقط لستة أشهر بدل سنة، والبحث جاري لتمكين بعثة مينورسو من مأموريتها، ولكن مع الأسف يعني رجعت الأمور إلى مجراها والتمديدات السنوية وحالة الانسداد القائمة. وربما هذا ما ربما يلمس بعض المبعوثين الشخصيين أو المرشحين لهذه المهمة، وفي الأخير تبقى الأمور. ولكن هذا لا يعفي الأمم المتحدة والأمين العام من مسؤوليته وكذلك المخاطر التي يمكن أن تدفع بها المنطقة في حالة استمرار عدم تعيين مبعوث شخصي. بحديثنا عن الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، يعني الأمين العام كان قد شدد على ضرورة مواصلة الجهود الأممية من أجل إنهاء الاستعمار وبشكل نهائي في الأقاليم 17 المدرجة في اللجنة الأممية الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الاستعمار. العارفون يعرفون أن آخر قضية يعني كانت قد استكملت على هذه اللجنة بنجاح قضية تيمور الشرقية في عام 2002. منذ ذلك الوقت لازالت قضايا تصفية الاستعمار الأخرى عالقة في هذه اللجنة، والآن بخصوص الأمين العام هو في كل مرة يشدد على ضرورة التعجيل بالحلول. والله هو في هذا المجال لا تنقص المواقف الجيدة والمبدئية والواضحة، ولكن ينقص التنفيذ وينقص الجانب العملي. احنا منذ 63 ونستمع لهذه القرارات وهذه المواقف التي تؤكد بشكل واضح ان القضيه قضيه تصفيه الاستعمار، وانه الحل يتم من خلال تقرير المصير الشعب الصحراوي. وهذا يعني بحد ذاته رد على النظام المغربي اللي يدعي انها الارض يعني تتبع له. والمطلوب هو الخروج عن هذا المألوف والبحث بشكل جدي وفرض يعني تطبيق هذه المواقف الواضحة، وعدم الاكتفاء بالتفرج أو إصدار البيانات وترك الأمور على ما هي عليه. هذا أظن أنها السنين الماضية كافية لاستخلاص الدروس والخروج من هذه الدوامة التي لا تقدم ولا تؤخر فعلا. والمسؤولية بالدرجة الأولى على الأمين العام المتحدة وعلى مجلس الأمن أنهم يبحثوا عن خطوات ملموسة وجدية
لتضغط على الطرف المعرقل، لأن الطرف المعرقل واضح هو المملكة يعني المغربية التي تمنع إجراء هذا الاستفتاء لأنها تخاف من نتائجه. تخاف من نتائج هذا الاستفتاء سعادة السفير، وأيضا مخططها، مخطط الاحتلال الرامي إلى تقويض عملية السلام واضح، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأقاليم المحتلة، ومحاولة زرع، ربما محاولة زرع نوع من الإحباط الدولي بشكل عام وبشكل خاص على الشعب الصحراوي. والله هو تخليد الذكرى 44 هو جواب للنظام المغربي وجواب حتى للرأي العام الدولي، أنه من يراهن على إحباط الصحراويين ومن يراهن على إضاعة الوقت والزمن أو على أنهم سيصيبهم الملل أو التراجع فهذا لن يكون أبدا، وهم مصرين ويواصلوا في نضالهم سواء في أي نقاط تواجدهم، وخاصة في الأراضي المحتلة اللي تقع تحت الاحتلال، أنها اليوم هي مدن محاصرة والقمع، ولكن مع هذا الصحراويون يخرجون للتظاهر بصدور عارية ويواجهون قوات مدججة ويتعرضون للقمع، ولكنهم يعني ما زالوا يواصلوا، وكذلك الصمود الشعب الصحراوي في المخيمات في ظروف صعبة، هذا ما زالت لديهم الإرادة، ومثل ما كانوا قادرين على الصمود طيلة العقود الماضية فهذا الدليل على أنهم ما زالوا قادرين حتى يسترجع حقهم إن شاء الله. من بين أيضا سعادة السفير مخرجات المؤتمر 15 لجبهة البوليزاريو، إعادة النظر في التعامل مع الأمم المتحدة، هل هذا يعني التوجه مجددا نحو الكفاح المسلح؟ والله هو كان في السابق ربما هناك آمال بأن الأمم المتحدة ستخرج بنتائج، وهناك مبعوثين شخصيين وممثلين خاصين وكل هذا يتحرك باستمرار. الآن احنا نقترب من سنة ونحن في فراغ، والجميع يلاحظ كيف أنه النظام المغربي يخرق كل هذه الاتفاقيات ويتصرف تصرف خارج عن الشرعية الدولية وخارجا عن ما يسمح به وضع الإقليم كوضع لا زال خاضع لتصفية الاستعمار، يتصرف وكأنه هو المالك خلافا وتناقض مع كل ما قررته المحاكم الدولية، ومع هذا الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية لا تقوم بشيء، حتى البعثة نفسها تتعرض للحصار وتتعرض للمضايقات وتفرض أنها المغرب يفرض تحرك بلوحات أرقام مغربية للسيارات المتحدة والطابع المغربي، وهذا يمس كما ورد في تقارير سابقة للأمم المتحدة يمس حتى من حيادية هذه البعثة، وهناك يعني ضعف مع الأسف نرجع دائما إلى هذا البلد اللي يحمي المصالح المغربية واللي هو الدولة الفرنسية للأغراض الاستعمارية المعروفة. بحديثنا يعني عن وحديثك سعادة السفير عن فرنسا، ربما الاستعمار القديم أيضا الاستعمار الإسباني ملحوظ أيضا حيازته أو انحيازه إلى الطرف الآخر. صحيح تماما، هو كل مسؤولية كما هو واضح ما زالت تقع على إسبانيا كبلد مدير للمنطقة كقوة استعمارية ولم تنهي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لأنها انسحبت مدعية أنها لم تسلم السيادة وسلمت فقط الإدارة، على أساس أنه يجب استكمال هذا المسلسل بتمكين الصحراويين من تحقق تقرير المصير، ولكن إسبانيا نفسها لم تقم بشيء في هذا المجال. في فترة معينة كانوا يقفون موقف الحياد ويقولون نحن مع تقرير المصير، ولكن الأمر لدى الأمم المتحدة. الآن مع الأسف انحازوا وتحولوا من الانحياز من الحياد إلى الانحياز لصالح المغرب، وكان آخر شيء لقاء وزيرة صحراوية مع وزير إسباني يعني أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بهذا السبب، وهذا في السابق كان يجري وهو شيء عادي جدا، كل وزراء الصحراويين يلتقون مع وزراء إسبان
في الحكومات السابقة كلها ولا يقع أي مشكل. إسبانيا لديها محامي الآن أمام المحكمة الأوروبية إلى جانب محامين المغاربة للدفاع عن نفس الأهداف والغايات. ومع الأسف ما يلاحظ هو انحياز واضح في تناقض كذلك مع المسؤولية التاريخية، رغم أنهم هم نستمع لهم أنهم لم يغيروا وأن الموقف الدولة باقي على حاله ولا يتغير، ولكن هذا قالوا فقط لما تم تشكيل حكومة فيها تشكيلة يسارية أصلا معروفة بمواقف المؤيدة للشعب الصحراوي، عبروا عن أنهم لم يغيروا موقفهم فقط لإرضاء، وأنه موقف دولة ولا يتغير لطبأنة الطرف الآخر لا أكثر لا أكثر. بحديثنا دائما سعادة السفير عن المؤتمر 15 لجبهة البوليزاريو، كان فيه أيضا عزم على بعث التشبيب في قيادات جبهة البوليزاريو. طبيعة الحال هذا من النتائج اللي تبعت، يعني التشبيب وحتى رفع نسبة مشاركة المرأة الصحراوية في القيادة بكل الهيئات سواء القيادة السياسية أو الجهاز التنفيذي وقريبا في المجلس الوطني الصحراوي، والآن يعني أصبح موجود عدد من الشباب وعدد من النساء يعني معتبر ويساهموا ويقوموا بدورهم إلى جانب الجيل السابق، ما يؤكد أنه هناك تواصل ما بين الأجيال في هذا المسار. نعود معك سعد السفير إلى نقطة كنت أثرتها أنت سابقا ونريد التفصيل فيها. جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو في الاتحاد الإفريقي، لكن نشهد مؤخرا بعض الدول التي الإفريقية التي أعلنت عن إنشاء تمثيليات لها وقنصليات لها بمدينة العيون المحتلة، تعليقكم؟ كما تعلمون هو المملكة المغربية انسحبت من منظمة الوحدة الإفريقية احتجاجا على اعترافها بالجمهورية الصحراوية وقبولها كعضو في هذه المنظمة، ومضى عقود ضمن 3 عقود هو خارج المنظمة، ولما رأى أن سياسة الكرسي الشاغر التي كان يتبعها لم تعطيه أي نتيجة حاول الرجوع، ولكن يرجع متظاهرا بأنه يعترف بهذه القوانين الإفريقية ولكن بنية العمل من الداخل لتغيير موقف الاتحاد الإفريقي. لما عاد ومضت عليه أكثر من 2 سنين حاول تغيير هذا الموقف، ولكنه فشل في تغيير موقف الاتحاد الإفريقي كمنظمة. والدولة الصحراوية لم فقط تتكرس تترسخ عضويتها في هذا الاتحاد، بل أصبح الاتحاد يفرض حضور الدولة الصحراوية مع شركائه الدوليين مثل الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي اليابان إلى آخره. والآن لما فشل للتغطية على هذه الهزيمة أصبح يلجأ لبعض الدول الضعيفة ذات المشاكل، عندها مشاكل اقتصادية فيها بعد من فتح قنصلية ليست لديه سفارة لا في المغرب ولا المغرب لديه سفارة، ولا مواطنين ولا رعاية ولا مصالح اقتصادية، وإنما المغرب يشتري مواقف هذه الدول وهو يسدد من ثروات الشعب المغربي لهذه تغطية كل النفقات للدعاية والإشهار بأنها هي دول معي، وفيها من يجهل تماما يعني حتى الموقع ولا يوجد أي بلد جاء بقناعة وبدوافع لخدمة مصالح بلده، وإنما تلبية لهذه عملية البيع والشراء. مع الأسف هذا النظام المغربي يستعمل هذه الموارد لشراء المواقف عموما، وهو مستعد يعني أنه يبيع كل شيء وصل به حتى
يعني بيع مقدسات مقابل صفقات للبحث عن من يدعم مواقفه، ولكن كلها ليست نابعة من لا من قناعات ولا من مبادئ ولا من قانون، وإنما بالشراء. وهو راه يبدد موارد الشعب المغربي اللي كان أولى به أنه يتوجه بها لحل المشاكل اللي يعانوا منها المغاربة، بدل يعني استعمالها في أمور لن تغير شيئا، لأن الوضع القانوني سيبقى كما هو إلى غاية أنه يعبر الشعب الصحراوي عن حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر. بالمناسبة هذه، يعني هل في رسالة يمكن تقدمها ربما لهذه الدول الإفريقية اللي أعلنت عن إنشاء قنصلية لها بمدينة العيون المحتلة؟ والله هو هذا قبل أن يكون اعتداء على سيادة الدولة الصحراوية، هو اعتداء على الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، لأن هذه الدول وقعت بأسمائها وبخرائط دولها وموجودة خريطة الدولة الصحراوية واسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من بين الموقعين والمؤسسين لهذا الاتحاد، وهم يعني خرقوا. ولازم ككل منظمة أنه هناك جهات لفرض الانضباط على الأعضاء والالتزام بهذا القانون حتى تكون له مصداقية، وإحنا نرجو أنها المنظمة الإفريقية المنظمة الاتحاد الإفريقي يعني تتخذ مواقف، وحتى الأمم المتحدة، لأن هذا كذلك اعتداء على القانون الدولي. هي منطقة فيها بعثة أممية تعمل من أجل تنظيم استفتاء، إذن لا يحق للمغرب أن يقوم بأي ممارسة من هذا النوع، ولا حتى هذه البلدان، وهي تتجاوز القانون الدولي من ناحية السياسية ومن ناحية القانونية ومن ناحية الأخلاقية أيضا. مسألة خلافية أخرى، سعادة السفير، فيها قرار للمحكمة الأوروبية حول ترسيم الحدود البحرية، ما مصير هذه القرارات؟ هو هذا جزء، هو سبق للمحكمة الأوروبية أن أصدرت 3 قرارات تؤكد أنه الصحراء والمغرب منطقتان مختلفتان ومنفصلتان، ولا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية لا برا ولا بحرا ولا جوا، وأي اتفاقية بين المغرب وطرف آخر تضم هذه الأراضي تعتبر باطلة. هذا قرار المحكمة الأوروبية، ويمكن لأي حد يريد أن يطلع أنه يدخل هذه المواقع وسيجد هذه الأحكام بشكل واضح. ولكن هناك من يتحايل ويتآمر ويحاول فرض سياسة الأمر الواقع، ومع الأسف مرة أخرى فرنسا وإسبانيا دفعوا الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات مع المغرب في هذا الشأن، رغم أنه حتى في هذه الاتفاقيات تقر أنه هذا لا يغير الوضع القانوني للصحراء، وأنه هذا لا يعني الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء حتى جمل. من ضمن هذه الاتفاقيات هناك مواد من هذا القبيل، ووقع عليها أيضا المغرب، ولكن هو يعيش بهذه يعني الدعاية وهذه الفقاعات الإعلامية. إذن هذا يعتبر باطل، يعني ليست له أي سيادة حتى يقوم بأي فعل، لا تحديد حدود لا برية ولا بحرية، وما بني على باطل فهو باطل. بحديثنا عن الاتحاد الأوروبي، ربما نسجل تطور الموقف الأوروبي وتذبذب أيضا فيما يخص قضية الصحراء الغربية. وكما ذكرت هناك دول تدفع باقي الدول الأوروبية، ليس كل الاتحاد الأوروبي، ليست لديهم مواقف موحدة، ولكن هناك بعض الدول التي تحاول جر باقي البلدان للسير في هذا الاتجاه بحجة، وكذلك أحيانا الضغط من طرف النظام المغربي، بمرة بحجة الهجرة ومرة يعني التعاون في الجانب الأمني والتهديد بدعاية إنه الاستقرار المملكة وإلى آخره، بينما استمرار الاحتلال هو الذي سيهدد المملكة نفسها. وكيف ما يلاحظ الآن إنه استمرار الاحتلال للصحراء الغربية يبدد هذه الأموال، وإنه الكل الآن يلاحظ إنه المغرب راه في نهاية دورة سياسية، وإنه مقبل على انفجارات نتيجة تراجع الحريات وتراجع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية،
وتراجع حتى تأثير للنخبة السياسية داخل المغرب، وأنه بدون معالجة هذه الأوضاع اللي عيشها فهو مقبل على يعني انفجارات مقبلة نتيجة استمراره لاحتلال الأراضي الصحراوية. بحديثكم سالفا سعادة السفير عن التلاعب بالمبادئ وبالمقدسات، قراءتكم لقضية التطبيع مع إسرائيل مقابل مساندة الطرف الآخر؟ والله هو هذا في حد ذاته يعبر إلى أين درجة الإفلاس، يعني وصل الإفلاس بالنظام المغربي، أنه حتى المقدسات يعني بيت المقدس والمتاجرة به للتطبيع مع إسرائيل مقابل أنه يجني موقف دعم داعم إسرائيلي لاحتلال الصحراء، رغم أنه تعامل هو مع إسرائيل والبحث دائما عن اللوبي الإسرائيلي لدعمه في مواقفه ليس جديد، والتاريخ طويل وعريض في هذا الباب، سواء منهم يعني الإسرائيليين الموجودين من أصول مغربية والتعاون الأمني وحتى التعاون العسكري وحتى بناء الجدار، كل هذا فيه تعاون قديم، ولكن اليوم بدأ ينكشف بشكل كبير لأنه لم يستطع حسم موضوع شرعية احتلاله للصحراء الغربية، وأصبح يعني يلجأ لهذا النوع من التصرف ومقايضة القضية الفلسطينية بالقضية الصحراوية. ولكن نحن نأمل أن الشعب المغربي يبقى شعب واعي وشعب مسلم، وأنه يكتشف أنه حقيقة هذا النظام يدفع للتخلي ليس فقط عن المبادئ أو عن الحرية والديمقراطية، بل آخر شيء هو عقيدته الإسلامية. سؤالنا المحور حديثنا الأخير معك سعادة السفير سيكون عن الوضع في المخيمات، مدام حديثنا راح على الذكرى 44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الوضع الآن في المخيمات الصحراوية، المساعدات نتكلم ربما على تذبذبها وقلتها في بعض الأحيان أيضا سعادة السفير. والله هذا الموضوع كما تعلمون هم الصحراويين محرومين من ثرواتهم، بينما المحتل ينهبها خارج الشرعية الدولية، وأن الدافع الحقيقي له هو هذه الثروات، والدولة الصحراوية عندما تسترجع ثرواتها قادرة على اكتفائها الذاتي، بل حتى تتحول إلى ممول ومساعد لهذا النوع من القضايا. هو ما دام كل شيء مربوط بالدعم الدولي فهو مشكلته أنه يتعرض لعدم الانتظام والتذبذب والتقليص وحتى تزايد أعداد الأزمات الدولية المعروفة ومتطلباتها وحتى الأزمة العالمية. ولكن بتنظيم صحراوي وترشيد وتوظيف الجيد استطاع أنه يبقى يسد الحاجات الأساسية والأدنى. سعادة السفير عبد القادر طالب عمر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، شكرا جزيلا لكم على تشريف برنامجي الجزائر اليوم. شكرا لكم. الجزائر اليوم متواصل معكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير تلقاكم الزميلة خديجة طاهر عباس في الملف الاقتصادي من خلال الأوراق الاقتصادية والتي تحاول فيه رصد تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والجزائري على وجه الخصوص. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وأهلا أيضا بزميلة خديجة طاهر عباس وضيفها الأستاذ والخبير الاقتصادي سيد عبد القادر بريش. إليك خديجة. شكرا، أهلا بكم. فيروس كورونا يأخذ مدى أوسع على المستوى العالمي بانتشاره عبر أكثر من 30 دولة أو أكثر، متخطيا الحدود، ليظهر جليا أن تأثيره تعدى المستوى الصحي إلى مستويات أخرى. وتتضح التداعيات الاقتصادية للفيروس بإلحاح ووضوح وسط تخوفات من استمرار اتساع رقعة الداء، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى تأثيره على الاقتصاد العالمي ووعي الأطراف الدولية بما مدى أهمية هذا الوضع. وضع ليست الجزائر بمنأى عنه، باعتبارها محورا اقتصاديا هاما تربطه بالصين علاقات اقتصادية متميزة. لمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الأستاذ الجامعي عبد القادر بريش، وهو محلل اقتصادي أيضا. وقبل مباشرة النقاش نترككم مع هذا التقرير حول الموضوع لسميحة صياد. انتشار فيروس كورونا السريع وتزايد عدد الإصابات به في الصين وفي عدة دول بات مصدر قلق عالمي وهلع دولي لما له من تأثير وتداعيات على الصحة العالمية والاقتصاد العالمي. فتفشي المرض سيفقد النمو العالمي نحو 0.1 نقطة مئوية، ولأن الصين هي المحور الرئيسي لإمداد معظم المنتوجات ومكونات الإنتاج التي تحتاجها الشركات العالمية، خاصة وأن منتجاتها تغزو الأسواق العالمية وتحرك التجارة الدولية. كما أن الانتشار السريع للفيروس أثار قلقا كبيرا وتذبذبا في أسواق النفط وأثر سلبا على الطلب، ما أدى إلى نزول الأسعار ب4%، لأن السوق تشهد فائضا وتخمة في المعروض. وحسب الخبراء ستظل أسعار النفط عرضة لخطر التذبذب والانخفاض مع استمرار تفشي فيروس كورونا. والأكيد أن الجزائر تتأثر بالوضع كمثيلاتها من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. فهل هي حرب بيولوجية تجارية أم فيروس ينتظر إيجاد اللقاح؟ وبين هذا وذاك هلع عالمي صحي واقتصادي. أهلا بك الأستاذ دريش، أهلا بك معنا. نبدأ الحديث بما انتهت إليه الزميلة سميحة صياد. هل الفيروس مصطنع أم أنه فعلا فيروس حقيقي؟ الفيروس في كلتا الحالتين، الفيروس موجود مصطنع أو غير مصطنع. هل آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول أثار الفيروس يستعد العالم اقتصاديا لمواجهة هذا الفيروس؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحية لكم وللسادة المشاهدين في هذه الاستضافة في برنامج الجزائر اليوم. في الحقيقة موضوع التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا وأثره الاقتصادي، نعرف الأثر الطبي والتداعيات تاعه كما أشرت في أكثر من 30 دولة الآن، ولكن كذلك كما ينتشر هذا الفيروس يعني من ناحية الوبائية ينتشر كذلك التأثيرات تاعه في الاقتصاد، وإحنا نسميها انتشار العدوى الاقتصادية خاصة والعالم وفي ظل الاقتصاد المعولم الذي نعيشه حاليا. ف يعني الترابط والتكامل الاقتصادي اللي راه يحدث في العالم الآن ودرجة الترابط هذا تخلي العدوى تنتشر من اقتصاد لآخر. صحيح التأثير المباشر لفيروس كورونا هو على الاقتصاد الصيني، أين سيعرف الاقتصاد الصيني تراجع نتيجة هذا الإغلاق في كثير من المناطق الصينية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي والاستثمارات في الصين. ولكن باعتبار الصين هي قلب الاقتصاد العالمي وحجم الاقتصاد الصيني على المستوى العالمي وحجم التجارة حجمها في التجارة الدولية راح تتأثر كثير من الاقتصاديات. بالدرجة الأولى كما أشار التقرير إلى مستوى النمو سيتراجع في توقعات وفيه تقارير دولية تقول بأن أنه في السداسي الأول من السنة الحالية من على شهر راح النمو الاقتصادي يتراجع بواحد 1%، يتراجع كثير من الأنشطة وتتراجع كثير من القطاعات، فربما قطاع السياحة العالمي راح يتراجع في التقديرات تقول بلي يتراجع من ما بين 30% إلى 40%، لأن معظم الحجوزات والرحلات وشركات الطيران والمقاصد السياحية وخاصة اللي كان يقصدها الصينيون يعني تأثرت بدرجة كبيرة في أوروبا خاصة
إذن هذا تداعيات في مجالات معينة، خاصة ما يسمى الأسواق التي كان يقصدها السائح الصيني وحركة الطيران العالمي، الأسواق السلع الفاخرة، كل هذا يعني يحدث ارتباك في المشهد الاقتصادي على المستوى العالمي، ولكن المحصلة في النهاية هو التأثير على معدل النمو والتباطؤ الاقتصاد العالمي، وهذا ما ستكون له تداعيات على أسواق النفط، على الطلب العالمي. كل هذه التداعيات هي نتيجة ماذا؟ نتيجة يعني هذا التأثير تاع الوباء في الاقتصاد الصيني، ثم يبدأ ينسحب وينتقل تدريجيا إلى باقي الاقتصاديات. نحن في الاقتصاد وفي الأسواق المالية نقول إذا عطست بورصة نيويورك تصاب بورصة لندن بالزكام، وهذا دليل على العدوى. والآن فيه تراجع حقيقي في مستوى الأداء الأسواق المالية، فيه نوع من الترقب، نوع من الخوف، نوع من عدم اليقين، وهذا مما يؤثر على حركة الأسواق. فرضت على نفسها حصارا، يعني فرضت على لا ندري هل هي تقصد من خلال حظر، فرض هذا الحظر على نفسها أنها تنتظر إلى حين الانتهاء من التخلص من الداء، أو أن هناك أمر آخر اقتصاديا. الصين لحد الآن أنها تخطت عتبة أنني غير موجودة في السوق. لا، هذا أمر واقع، لأن المناطق التي أصيبت بالوباء وفيها غلق وتوقف النشاط، هذا أمر من ناحية الطبية والصحية كان من الضرورة أن يتم هذا الغلق. ولكن في الأسبوعين الأخيرين شفنا بعودة النشاط إلى كثير من المصانع والورشات اللي في الصين. ولكن الآن الصين في تعاملها الاقتصادية كثير من الأنشطة تتأثر، وكثير من النشاطات تتأثر، لأن السلع خاصة السلع الغذائية يقل عليها الطلب خوفا من انتشار الوباء. فيه كثير من الأنشطة تأثر، ليس رغبة من الصين، ولكن رغبة من المتعاملين مع في الاقتصاد الصيني. يتراجع الطلب نتاعهم ويروحوا، فلربما يتوجهوا إلى طلب السلع، وخاصة السلع الصناعية والسلع الغذائية من أسواق أخرى أكثر أمنا من ناحية الصحية. إذن هذا الجانب لازم يؤخذ بعين الاعتبار. كذلك الصين الآن تحاول أن يعني تخفف وتقلل من تداعيات الأزمة وتقلل من الكارثة وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي، من خلال إعادة بعث النشاط الاقتصادي، ومن خلال محاولة أن تقول بأن هذا الوباء ليس الصين. لما انتقل إلى كثير من الدول، وأنا يعني فيه التقارير تاع الأمم المتحدة أو منظمة الصحة العالمية تقول بلي فلربما سيعلم بأن هذا الوباء هو مشكلة عالمية وليست مشكلة صينية بالدرجة الأولى. عذرا أستاذ، نتوقف لننصت إلى أذان صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثواب. نواصل النقاش مع الأستاذ عبد القادر دريش. أستاذي، ما هي تداعيات هذه الأزمة، الأزمة الفيروسية إن شئنا القول، على أسعار النفط؟ نعم، هو أسعار النفط في بداية ظهور الفيروس ويعني التداول الأخبار وانتشار الأخبار، يعني سوق النفط عرفت نوع من الاهتزاز والاضطراب، وهذا شيء طبيعي لأن الأسواق دائما تكون ردة فعلها. وشفنا انخفضت الأسعار إلى حدود 53 يعني أو 54 تقريبا دولار للبرميل، ولكن مع الآن بدأت الأسعار تتحسن. اليوم فقط يعني الأسعار البترول يعني حوالي 58 دولار للبرميل، ولكن إذا استمر الوضع وتراجع النشاط الاقتصادي في الصين راح يتأثر السوق البترولي. لماذا؟ لأن الصين تعتبر من يعني مستهلك والطالب أساسي، يعني في حجم الطلب على النفط، لأنها تستهلك يوميا، تطلب يوميا تقريبا، رغم أنها بلد منتج للنفط. نعم، ولكن حجم الطلب لأن آلة اقتصادية كبيرة وتستهلك كثير من النفط، فهي تطلب تقريبا ما تنتجه السعودية يوميا، يعني 13.5 مليون برميل يوميا، حجم إنتاج أمريكا أو حجم إنتاج السعودية، وهذا كمية كبيرة. أكيد تراجع الطلب الصين على النفط راح يتراجع على حجم الطلب، وهذا أثر على الأسعار، يعني هذا متروك، يعني لأن الآن الأمور كلها في البداية، لم يحسم أمر هل يتم احتواء الأمر الوباء هذا وعودة النشاط الاقتصادي للصين، أم يستمر الوضع حتى ممكن إلى 6 أشهر أو أكثر، فهذا الأمر متروك للزمن. ولكن إذا حدث أن تقلص الاقتصاد الصيني وتقلص الطلب، أكيد راح تكون تداعيات تاعه على أسواق النفط، وعلى بالضرورة على الطلب ينكمش، وبالتالي الأسعار تنخفض. أستاذ بريش، ننتقل معك إلى الجزائر. الجزائر كما قلنا ليست فيما بين منء عن هذه عن هذا الداء، ونعرف أنها تستقبل ما يربو عن 30,000 صيني، زيادة على عدة عشرات أو آلاف الشركات الصينية المزروعة في البلاد التي تعمل يوميا، ناهيك عن التبادلات التجارية التي لا تنقطع. ما مدى تأثر الجزائر في المستقبل القريب بهذه الأزمة؟ نعم، هو بالنسبة للجزائر لما نتكلم على انتقال العدوى نتكلم على القناة التي تنتقل من العدوى. القناة الرئيسية كما أشرت سابقا وهي قناة أسعار النفط، فإذا انخفض مستوى النشاط الاقتصادي وتراجع النمو الاقتصادي في الصين وتراجع الطلب العالمي على النفط، أكيد باعتبار الجزائر المصدر للنفط راح تتراجع، وتتراجع الأسعار راح تتأثر من هذا القناة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني فيما يخص الوضع في الجزائر، هو نظرا للعلاقات التجارية خاصة وحجم التجارة اللي يعني استيراد من الصين في كثير من السلع، خاصة السلع المصنعة والألبسة وغيرها، حيتراجع الاستيراد من الصين، وبالتالي فلربما
وهذا أكيد، ولكن مش بنسبة كبيرة، لأن كثير من المتعاملين والمستوردين لم يكن يتوقعوا مثلا وقوع هذا الوباء، وبرمجوا فلربما يعني التموين بالسوق من هذه المواد اللي هي أساسية في كثير من الأمور، في الجانب الإلكترونيات، في جانب الخردوات اللي نستعملها في مواد البناء، في الألبسة، ونحن مقبلون على شهر رمضان ونعرف الطلب يزيد على هذا الجانب، أكيد راح يحدث نوع من الاختلال. حتى في العمال الصينيين الذين ذهبوا في الأعياد أعياد صينية إلى ديارهم لم يعودوا، يعني هناك بعض الشركات كما سمعنا لم تعد تعمل، يعني توقفت تقريبا. نعم، يعني هذا مسألة العمال الصينيين، هذه فلربما داخلة في يعني في إطار الشركات اللي راهي تنشط، وهذه مش حالة عامة، لأن فلربما كاين اللي رجعوا اللي كانوا راحوا المناطق غير تلك المناطق المعروفة بالوباء، ولكن هذه مسألة أعتقد مش مؤثرة بالنسبة لنا كاقتصاد جزائري. الاقتصاد الجزائري يتأثر، قلت عن طريق قناة سعر الصرف، عفوا عن قناة أسعار البترول، وتراجع الطلب العالمي على البترول باعتبار الصين أكبر مستهلك من العالمي، ثم التموين بالاقتصاد الجزائري بالمواد الأساسية اللي نستوردها من الصين، وعلى رأسها السلع الصناعية اللي في كثير من المجالات فيه حجم كبير من هذه السلع، ثم الألبسة إلى غير ذلك، وبالتالي هذا ممكن جدا يحدث خلل في السوق الجزائرية، مما قد يؤثر حتى على المستهلك، لأن الأسعار ممكن ترتفع، لأن مثلا نعطيك مثلا في الألبسة المستهلك الجزائري كان أمامه عدة خيارات في الماضي، لأنه يستهلك سلع صينية، يستهلك سلع من تركيا إلى غيره. الآن سيجد نفسه مرغما إذا لم تتوفر هذه السلع في السوق الجزائرية، راح في العيد المقبل راح يجد نفسه أمام ارتفاع أسعار الألبسة اللي تأتي من أوروبا أو تأتي من تركيا. على العموم الجزائر تتجه نحو توجه اقتصادي جديد هو الاعتماد على النفس، استعمال الطاقات الجزائرية والصناعات الجزائرية في مختلف المجالات. نرجو السلامة للجزائر ولأبناء الجزائر وللعالم أجمع من هذا الوباء. أستاذ بريش، شكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لوجودك معنا. شكرا، إلى هنا انتهت أوراق اقتصادية. سلام. شكرا لك يا زميلة خديجة طاهر عباس. آخر محطة اليوم في الجزائر اليوم هي محطة محلية من خلال الجزائر العميقة، تلقاكم فيها بعد قليل الزميلة شهرزاد نور. الجزائر العميقة والزميلة شهرزاد النون. شهرزاد، مساء الخير. مساء النور العربي، أهلا بك، أهلا بكم مشاهدينا إلى محطاتنا المحلية ضمن أخبار الجزائر العميقة. تنمويا، حاجة ملحة لغاز المدينة يعرب عنها سكان أعالي الشريعة بالنظر لطبيعة المنطقة الباردة لوضع حد لمعاناتهم مع قارورة الغاز. انشغال تسعى شركة نفطال إلى التكفل به والتخفيف عن المواطن القاطن بمثل هذه التضاريس الوعرة. كريمة لشمط. الشريعة بقدر جمال مناظرها، بقدر قساوة العيش فيها، في ظل غياب متطلبات العيش الكريم بها، على غرار انعدام مادة الغاز الطبيعي بمساكن قاطنيها، وإن توفر غاز البوتان تعثر. 25,000 أنا أشريه من حانوت، ما نكذبش على اختي. ومن الحانوت ومن الكاميو؟ الكاميو 20,000. ايه 20,000، والكاميو احنا ما نشوفوش كي يجي. على حسب الفاميليات، ماشي كيف كيف، اللي يجيو ملتا، احنا تاع الشريعة نبيعو لهم 20,000. هاي المرأة هنايا قالت لنا. لا ماشي عليا، لا ماشي عليا، بالك على هذا. احنا الحل تاعنا في الغاز ديفيل. دوك سبحان الله 70 كيلو على العاصمة وما كان عندناش الغاز، وبلاصة نيسيسير أوليو ليكون الغاز لتحت نومامو هنا يكون الأول. واقع يفرض التساؤل عن الخلل، خاصة بعد تسطيل مشاريع تنموية بالمنطقة في السنوات الأخيرة. كنا قمنا بدراسة وعودناها، ما كاش خلل، هي دراسة تأخرت نظرا لظروف تاع المنطقة، التضاريس، ومن بعد جات لوبيراسيون هذيك تاع لي جيل، لي زوبيراسيون نون لونسي كاع قاسهم لو جيل، تأجلت. رانا نستناو غير الغلاف المالي من أجل الشروع في عملية الإنجاز.
مشهد ترسخ في يوميات سكان الشريعة، تحاول مؤسسة نفطال جاهدة تعويض حاجتهم لهذه المادة في تحد لتضاريس المنطقة. شكرا نفطال بزاف، على كل حال احنا بزاف المسافة، يقول لك عندك شريطة باش تهبط القراقات، ما عندي شريطة انا كنت فيه هي شريطة. هذه المناطق يتم تزويدهم بعدة قارورات من الغاز كمخزون أمان، هذه القارورات تتجاوز تتراوح بين 210 الى 630 قاروره على كل مستودع. هذه العمليه هذه اللي دايرينها في بليده فيما يخص المناطق المعزوله عممناها على المستوى الوطني. المناطق المعزوله على المستوى الوطني 109 لما فيهمش نقط بيع، وانما احنا رانا موجودين. وتبقى مؤسسة نفطال حاضرة للتكفل بتزود ساكنة بلدية الشريعة عبر مناطقها النائية بمادة غاز البوتون في انتظار إيصالهم بمادة الغاز الطبيعي، وذلك تجسيدا لمخطط الحكومة الرامي للتكفل بالمناطق النائية خدمة للمواطن حيثما كان ومهما كانت حاجته. في الشأن التنموي دائما وبولاية سيدي بلعباس، مصالح الري تتخذ إجراءات استباقية استعجالية لتدارك العجز في التزود بالمياه الصالحة للشرب. طاهر بالعيدوني. عمراني لمدن وبلديات سيدي بلعباس، احتياجات الولاية للمياه أصبحت تطلب المزيد. وهذا الأمر هذا رانا فصلنا فيه مع الوزارة الوصية، ورانا ندرسوا في لا فاريونت لا بلو اديكوات، يعني نجيبوا متموشنت او لا من رونفورسو مثل المسان، ولا نزيدوا رونفورسو من الشط الغربي باش نزيدوا يعني، وخاصه في الجهه الشماليه لولايه سيدي بلعباس. اجراءات استعجاليه تاتي في وقتها، وشح الامطار قد خفض من نسبه سد صارنو السد الوحيد بالولايه. حاليا رانا نزودوا من السد سيدي عبد اللي بولايه المسان، وين يعني الطاقه يعني الامتلاء تاعو راهي ناقصه، راهي اقل من 45%. وللاستفاده من هذا السد تم فتح هذه المحطه لضخ المياه لبلديات وتجمعات سكانيه محاذيه له. لقد تم انجاز هذا المشروع، وهذا الهدف الأول، وهو تزويد بلدية سيدي حمادوش بالمياه الصالحة للشرب وتدعيم بلدية عين البرد بالمياه الصالحة للشرب، وفي المستقبل القريب تزويد قرية الدلاهيم التابعة لبلدية سيدي حمادوش بالمياه الصالحة للشرب. المكاين خير قال مثال دوجور النهار الثالث يطلقوا الماء. مخطط قيد الدراسة يرمي إلى التزود بالمياه من ولاية مجاورة. ضمن التحقيقات التي يجريها التلفزيون، نقف اليوم عندما يروج له من استعمال لمنشطات النمو في شعبة الدواجن، ولعل أبرز ما أسهم في هذا الترويج التهاوي الملحوظ في أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة. تحقيق فؤاد أحماني. الدجاج في متناول الجميع بأسعار متدنية، ما أثار شكوكا حول هذا الانهيار المفاجئ، والذي تزامن مع إثارة موجة من التساؤلات والتي روجت في وسائل التواصل الاجتماعي حول السلامة الصحية لهذه الدواجن ومصدر أعلافها. لا لا لا، من بكري يقولوا يدوبيهم، صارت هذا الوقت الحالي الأخر هذا، ولا ويقولوا بلا راهم يدوبيهم. سي ديري المار، أنا ما شافكش سي ديري المار، انا نعرفوا هذا باللي عنده سيرتيفيكا ومشي عليه كونفيونس. تنجم تفيق لها ما في الكول، تبدل الكول، جاجا مواسيه وجاجا نورمال، انتورا ماشي كيف كيف. شعوت هذه شعب كما يحب يهبطوا الجاج يديروا له هكذا. على كل حال حكايه الهرمونات هذه ما لقينا لهاش صديق محل. هذه الهرمونات هي باهظه الثمن، وحنا صديق الدجاج عنده فترة قصيرة للتربية، جو با يفون يوتيليزي دي هرمون اللي يسقمو لهم ان بري اكزوربيتون، موا جو ني كرو با سانسيرمون. اقتربنا من الديوان الوطني لإنتاج الدواجن وتربية الأنعام للتقصي حول ما يروج له هذه الأيام. لا يتم تسويق أي منتوج قبل التحقق من مطابقته للمواصفات. أنا نطمن المستهلك الجزائري بأن هذه نقدر نقول إشاعات،
أما إذا كانت موجودة، هذا الآخر دونك هي حالات استثنائية. احنا ننصح المستهلك أنه لا يشتري دجاج ما يكونش فيه وسم. هادو لي سيرتيفيكات تاع الفيتيرينار تاع بالمسيني بلي الدجاج هذا صحي يجوز للاستهلاك. هادي سيرتيفيكات خاطر ما عندك سيرتيفيكات كيما هادي الدجاج متبوح أونوار ما على بالكش منين جابوه. دايما هذه هي الصح خويا، كي تكون سيرتيفيكات نخدم، ما كان سيرتيفيكات ما نخدم. تضارب إذن في آراء المواطنين وأهل التخصص البيطري. خضع للمراقبة الطبية من أمهات للوحدة المفارخ، لوحدة التسمين، للعلف، للماء اللي يشربوه، للأكل اللي يأكلوه، كل هذه تتخضع لتحاليل ومراقبة حتى يوصل دائما حتى في المذابح حتى يوصل الدجاج للمستهلك الجزائري. 20% من السوق الوطني للحم البيضاء يتحكم فيها الديوان الوطني لتربية الدواجن والأنعام، فيما يتبقى ما يقارب 80% في يد الخواص، والمراقبة الدقيقة تصنع الفارق بين صحة المنتوج وعدمه. ختام محطاتنا المحلية لهذا اليوم، لقاؤنا يتجدد غدا بحول الله. العودة لك العربي، تفضل. بحول الله، شكرا لك شهرزاد. وبالجزائر العميقة نكون قد وصلنا عند آخر محطة من الجزائر اليوم. ننتظر دائما ملاحظاتكم واقتراحاتكم على صفحتي الجزائرية الثالثة على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.